السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الرؤية التي تليها تقول كالآتي: هناك مخطط لسحب البساط من تحت قدمي الملك عبد الله، وأنه تم حقنه بمادة تفقده أهلية القيادة أمام شعبه والآخرين. يعني الرؤية فيها رموز، إلا أنه نتكلم عن حال الأردن أو حال الشيطان وحزب الشيطان مع الأردن. إحنا إخواني شهدنا في الفترة الأخيرة تسابق في الحملة الانتخابية للحصول على الأصوات تنادي بضم وادي الأردن إلى الكيان. هذه المناداة، يعني أول شيء المناداة هي مناداة حقيقية لأنها تحقق الرؤية الأولى أو للشق الأول من المخطط في بناء هذه الدولة التي تكلمنا عنها، يعني تحقق الشق الأولاني. فهم يريدوا ضم وادي الأردن بالإضافة للضفة، بالإضافة إلى تفريغ غزة، وتكلمنا عن تفريغ غزة في دروس سابقة في صفقة القرن، أن هناك مشروعات يتم القيام بها وخاصة في سيناء لترحيل طوعي حاليا إلى هذه المشاريع التي تتم أو يتم القيام فيها، وبعد ذلك لربما كان الترحيل أكثر من طوعي. فالمناداة بضم غور وادي الأردن ماذا يعني؟ يعني أن الاتفاقية التي تمت ما بين تل أبيب وما بين الأردن المسمى باتفاقية وادي عربي لم تعد ذات قيمة أو ذات فائدة، لم تعد تحقق مصلحة كبيرة للشيطان وحزبه، وأنه يريد أن يتنصل منها. هلأ حتى يتنصل منها ماذا يفعل؟ أولا يقوم بخلق توترات. يعني شوفوا أول شيء تكلمنا أنه السماح لإيران بزيادة النفوذ داخل الأردن والسماح له داخل العراق آسف، والسماح له من الاقتراب من الأردن لعمل قلاقل هناك، هذه واحدة. ثانيا هذه التصريحات بضم وادي الأردن يعني هي مدعاة أن يقوم الشعب الأردني، واللي غالبته يعني أكثر هذا الشعب من أصول فلسطينية، بالمناداة بمناداة الملك نفسه أن يقوم بإلغاء اتفاقية وادي عرب. إن تم إلغاء هذه الاتفاقية سيكون هناك سبب قوي عند هؤلاء. أنا أخواني كمان مرة أذكر، أنا لست مع هذه الاتفاقية، يعني إبرام هذه الاتفاقية أصلا خطأ، ولكن الآن إلغائها سيؤدي إلى نتيجة ضررها أكبر من إبرامها في الابتداء. يعني الخطأ يجر خطأ أكبر منه. فإلغاء هذه الاتفاقية سيؤدي أو سيعطي هؤلاء الإمكانية للعمل على التخلص من الملك عبد الله. لما يريد التخلص من الملك عبد الله؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول أنه حتى يتم ضم الضفة إلى الكيان وتصبح جزء من الأرض الكبيرة لهؤلاء، هناك ملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة. ماذا سيكون مصيره؟ حاليا ولا أقول أن هذا المخطط النهائي، لكن هذا المخطط المرحلي. حاليا أفضل طريقة للتخلص من السكان والإبقاء على الأرض هي أن يتم ترحيلهم إلى الأردن. فالتخلص من الملك عبد الله يعني
أن يتيحوا مجال بطريقة ما لعمل ثورة داخل الأردن يقوم فيها أصحاب الأصول الفلسطينية بالإنقاذ الانقلاب على العائلة الهاشمية حتى يصبح الحكم هناك حكم فلسطيني. ثم بعد ذلك يتم ترحيل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن لعمل وطن فلسطيني هناك لهؤلاء، وتصبح الضفة خالية لهؤلاء. ونذكر إخواني هناك كانت تصريحات كثيرة أن هناك مخططات لزرع أكثر من 1,000,000 مستوطن جديد داخل الضفة، وهناك تصريحات أنه يسمح أو يجب بناء كثير من المستوطنات هناك، وأنها أنه لا حرج. ربما ما قامت به السلطة في الفترة الأخيرة بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية أبطأ المخططات، ولكنه لم يلغيها. عملية إبطاء لهذه المخططات ليست أكثر، وسيصل الشيطان بطريقة ما هو وحزبه إلى طريقة تمنع هذه المحاكم من الاستمرار لأي سبب من الأسباب، وسيعود المخطط من جديد للتنفيذ على الساحة. نقول إخوان معناه التخلص من الملك عبد الله له عدة أهداف. أول شيء إقامة وطن بديل لفلسطين داخل الأردن، هذا ترحيل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن ثانيا، ثالثا ضم الضفة إلى الكيان الإسرائيلي، ورابعا التخلص من السيادة الأردنية على الأماكن المقدسة وبالأخص المسجد الأقصى التي تسمى ستيتس كو. يعني عندما تم دخول أو عندما تم إلغاء الانتداب البريطاني عن فلسطين، تم إعطاء السيطرة على الأماكن المقدسة في الأرض المقدسة والأخص في بيت المقدس وبالأخص مسجد الأقصى، تم إعطائها إلى السلطة الأردنية فهي المسؤولة هنا. فسيتم التخلص من هذا أيضا، وهذا سيمكنهم. الآن إخواني احنا نعلم أنه المسجد الأقصى هو من ناحية إدارية تابع إلى الأردن. إن تم التخلص من الأردن لمن ستعود هذه التبعية؟ لن يبقى هناك تبعية للمسجد الأقصى، وسيكون هناك حرية للقيام أن يقوم هؤلاء بكل المخططات التي يريدون القيام بها. فهذه الرؤية إخواني سحب البساط من تحت قدمي ملك عبد الله، وأنه تم حقنه بمواد تفقده أهلية القيادة. لربما كانت هذه رمزية، يعني هناك أمور يقوم الشيطان وحزبه بإظهارها أو إطلاع الناس عليها تفقد الملك عبد الله أو الأسرة الحاكمة الهاشمية، تفقدهم الاحترام أو تسقطهم من عيون شعوبهم هنا. وهذا إخواني هنا يعني ربما أشرنا إلى أمر آخر، يعني ربما كانت الزيارات الفجائية التي يقوم فيها الملك عبد الله إلى الشارع الأردني محاولة لإعادة ربط العائلة الهاشمية أو القصر الملكي أو العائلة الحاكمة بالشعب نفسه، إعادة الاحترام الذي كان قائم في فترة الملك حسين إلى سابق عهدها. وأيضا إخواني نذكر أن اللقاءات أو الاتفاقيات التي تتم حاليا بين كل من الأردن والسلطة الفلسطينية لربما كانت لإدراك الاثنين هذه المخططات التي تحاك لكل من السلطة الفلسطينية ولكل من العائلة الهاشمية في الأردن، وأنهم يحاولوا بكل طريقة أن يقوم بتجنب هذه المخططات. طيب هذه رؤية أخرى. رؤية أخرى إخواني تتكلم وتقول لربما نشهد في الفترة القادمة زلزال مع سلسلة زلازل ارتدادية
في منطقة الأغوار وأريحة. إخواني، يعني هذه الرؤية لا أستطيع أن أقول أنها قد تأتي على ظاهرها، مع أنه لربما جاءت على ظاهرها، ولكن نحن تكلمنا من عدة سنوات عن أساليب السيطرة على المسجد الأقصى، وقلنا أن أحد الأساليب أو أحد المخططات التي يضعها الشيطان للوصول إلى المسجد الأقصى أن يهدم المسجد الأقصى بطريقة ما. وتكلمنا عن هدم المسجد الأقصى بعدة طرق، قلنا أول شيء من خلال الأنفاق التي تحفر أسفل منه والتي تؤدي إلى زعزعة أساساته والتي قد تؤدي إلى انهدامه أو انهدام جزء منه، هذا أسلوب. الأسلوب الثاني قلنا عبر يعني الإتاحة، أو خلينا نقول التغاضي أو غض العين، إغلاق العين أمام جماعات متطرفة يعني هدفها هدم مصلى قبة الصخرة، يعني أن تغض النظر أمام هذه الجماعات بحيث تقوم هذه الجماعات بطريقة ما بتفجيرات أو إطلاق صواريخ بطريقة ما تؤدي إلى هدم مسجد قبة الصخرة أو جزء من المسجد الأقصى بشكل عام. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة تكلمنا وقلنا أنه مع الأنفاق التي تحفر من أسفل المسجد الأقصى إن تم بطريقة ما عمل زلزال، وتكلمنا وقتها يعني في فترة الزلازل التي كانت تحدث في منطقة أريحة، إن تم عمل زلزال في منطقة أريحة تحت أرض يصل بإحدى الصفائح المرتبطة بالمسجد الأقصى أن يصل الزلزال إلى المسجد الأقصى بقوة 6 أو 6.1 6.2 لربما أدى هذا الزلزال إلى انهدام جزء من المسجد الأقصى. انهدام جزء من المسجد الأقصى إخواني ماذا يعني؟ من ناحية إخواني إن انهدم هذا الجزء يعني سنشهد أن أول المسارعين لإعادة بناء الجزء المتهدم هو الشيطان وحزبه نفسهم، هو الذي سيسارع، بده يقول لك اليونسكو، بده يقول لك مكان تراثي، مكان ديني، مكان تجمع الديانات وهكذا، ونحن سنشارك ونساهم ونساعد في بناء. هذه المساهمة سيكون ثمنها باهظ جدا جدا جدا. ليش؟ لأنها ستعطي الشيطان وحزبه الإمكانية أن يقوموا بالاستيلاء على جزء من المسجد الأقصى المبارك، وهذا الاستيلاء سيؤدي أن يقوموا بطقوسهم في هذا المكان، وهذه الطقوس هي التي ستستدعي المخلص خاصتهم. طيب، هذه كمان رؤية أخرى تتكلم عن الجولان، وتقول أن هناك فوضى في الجولان لحد المناوشات. إخواني، لربما هذه الرؤية يعني تشير لأن هناك أيضا مخطط من الشيطان وحزبه أن يقوم بضرب لبنان أو حزب الله في لبنان بطريقة ما. لربما إخواني تكلمنا عن رؤية تتكلم عن تقارب إيراني عراقي داخل العراق، ونذكر أن حزب الله هو أحد الأذرع الإيرانية في لبنان، كما هو الحوثي ذراع إيراني في اليمن. لا أستطيع أن أقول حماس هي ذراع إيراني، حماس تختلف عن الأمور لأنه هي لا تتبنى السياسات أو الأمور الأخرى التي تقوم فيها، يعني مع تحفظي ورفضي لهذه المساعدات بطريقة ما، ولكن يعني ما يجعلنا نتحرج في الكلام أن حماس لا تقبل الاشتراط عليها أي شرط لهذه المساعدة. فنقول إخواني عن هذه الرؤية لربما دلت أن هناك محاولة إلى ضرب حزب الله داخل
لبنان والله أعلم، والفوضى في الجولان لربما يعني تم غض النظر أو دفع مجموعة ما أن تقوم بإطلاق الشيء من لبنان إلى منطقة الجولان، ويكون الرد على هذا الإطلاق أن تعود الضرب إلى داخل لبنان. هلا لما يتم إقحام لبنان في الأمر في هذه الفترة؟ نذكر إخوان أن هناك مخيمات للفلسطينيين داخل لبنان، ونذكر إخواني أن هؤلاء لابد من بطريقة ما من العمل على التخلص من هذه المشكلة في فترة ما. لذلك حتى يصلوا إلى هذه المعادلة لابد من هذه الأمور التي تحدث، وفي النهاية كل ما سيحدث في لبنان سيكون الهدف منه التخلص من الفلسطينيين المتواجدين في المخيمات. إن أمكن لهم أن يقوموا بإسقاط النظام الأردني سيكون الحل أن يتم ترحيل اللاجئين اللبنانيين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الأردن أو إلى مناطق أخرى لحل هذا الأمر. طيب هذه رؤية أخرى يعني لم تعد بأمر عظيم، ولكن تتكلم عن شخصية هامة تزور تل أبيب سرا، يعني أصبح التساقط على تل أبيب علنا، ولكن كلمة سرا هنا لربما فيها إشارة أن هناك أمر جديد لا نعلمه، لم يظهر بعد على الساحة، سيظهر من هذه الزيارة هذا الأمر الخطير في هذا الأمر. رؤية أخيرة إخوان نتكلم فيها ونكتفي بهذا المقدار، تتكلم عن أن تل أبيب تتقمص دور الطفل اليتيم. يعني لا نعلم معنى هذه الرؤية، ولكن ربما كان فيها محاولات لاستجداء عواطف أو مشاعر آخرين للقيام بأعمال بالوكالة عنها في أمور معينة. ودائما نقول إخواني الله أعلم، وقد تكون الرؤى رمزية، ونذكر أن الرؤى ظنية وليست قطعية ولا يترتب عليها أحكام شرعية، وربما كانت تنبيهية تحذيرية، المقصد منها أن نكون على اطلاع على ما يحدث على الساحة للاحتراز من هذه الشرور القادمة. ودائما نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ودائما نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عشان هيك إخواني نقول احتسبوا أجركم الله، ونذكر إخوان نذكركم أحبتي أن اليوم الذي نحياه أهم من الغد، ونذكر إخوتي أحبتي أن القرآن والسنة أهم من الرؤى التي نتكلم فيها، ولكن تكلمي في هذه الرؤى لتلبية رغبات كثيرة تأتيني، أسئلة كثيرة تأتيني ومطالبات كثيرة تأتيني حتى أنا أتكلم في هذه الرؤى. أنا توقفت لفترة عن قص الرؤى لعدة أسباب، أحد هذه الأسباب أنني لاحظت أن هناك أناس تتعلق بالرؤى أكثر مما تتعلق بالكتاب والسنة، وهذا مما أحزنني وأدخل يعني الحزن على قلبي. أنا لا أريد أن أكون سبب في فتنة أي إنسان، أنا أقول وأذكر قال الله وقال الرسول أهم من كل شيء، وكل الإجابات التي نحتاجها في حياتنا موجودة في الكتاب والسنة، وهذه الرؤى هي مجرد يعني مبشرات أو منذرات ليست أكثر. يعني يا حبذا لو أننا التزمنا بالكتاب والسنة وأكملنا على هذا الكتاب
وعلى هذه السنة من أمور أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادر. اللهم انصر أقصانا، وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم فيها الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.